المهندسة والدكتورة ضحى الدعاسي، دكتورة في البيولوجيا من جامعة تسوكوبا في اليابان. دكتورة ضحى، مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة في برنامجكم. وعليكم السلام وأهلا وسهلا بك. يعني لو بدأنا بانتشار فيروس كورونا في ليبيا، يعد انتشار فيروس كورونا في ليبيا محدودا بصفة عامة، لكن بالأمس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أعلن عن تسجيل 20 إصابة جديدة في يوم واحد، وهذا بعد أكبر عدد للإصابات، يعد أكبر عدد الإصابات في يوم واحد في ليبيا. برأيك ما خطورة ذلك؟ نعم، شكرا على السؤال. أولا، أنا الآن عندي زمالة في البحث العلمي في جامعة هارفارد ببوسطن في أمريكا. حسب ما ورد عن جائحة كورونا، في الحقيقة لقد تم الكشف عن الالتهاب الرئوي بسبب غير معروف في البداية في ووهان الصين، وكان ذلك كما تعلمون عبر مكتب المنظمة الصحة العالمية في الصين في 31 ديسمبر 2019، ثم انتشر حول العالم بشكل كبير. طبعا تفشى المرض في حالة الطوارئ الصحية العامة، وذلك مما دعا إلى اهتمام دولي كبير في 30 يناير 2020. وفي 11 فبراير 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي عن اسم لمرض فيروس كورونا الجديد، وهو كوفيد-19. غياب المرض لفترة قصيرة ثم عودته مرة أخرى في بعض المناطق مثل ليبيا أو تونس، في الحقيقة لا يعني أننا قضينا على المرض بشكل نهائي. يعني يجب مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية كما أوصى بذلك العلماء والأخصائيون والطاقم الطبي، من التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وما إلى ذلك. غياب المرض لمدة أيام هو يعني لأنه ليس يوجد حالات، ولكن لا يعني أننا وجدنا دواء، أو لا يعني التهاون بالتدابير الوقائية. في ليبيا ما حصل هو بالتأكيد له سبب، ممكن كما قلت ورود طائرات من الخارج، وهؤلاء يكونون مصابين، قد يكونون حاملين للأعراض وقد يكونوا غير حاملين للأعراض. كما نعلم أن الأعراض تبدأ بعد يومين وإلى 14 يوما، يعني يمكن أن تتأخر الأعراض بالظهور، وهي من حمى وقشعر وسعال، وضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، مع إعياء وآلام في العضلات والجسم، وصداع للرأس، وفقدان للطعم أو الرائحة، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والغثيان أو القيء، أو أحيانا الإسهال. قد تكون هذه الأعراض واحدة أو اثنين فقط، قد تكون جميعها موجودة، فلا ينبغي التهاون بوجود هذه الأعراض بأي حال من الأحوال. في الحقيقة قد يكون المصاب لا يعلم أنه مصاب لأنه حالته ليست متقدمة جدا، وبالتالي لا يري الاهتمام اللازم لحالته ولا يتلقى العلاج في الوقت المناسب. فهذا في الحقيقة أمر يعني مهم جدا، أن خاصة الحجر الصحي للعائدين أو الوافدين من طائرات الإجلاء، أو الوافدين برا أو بحرا، فهذا مهم جدا أن يبقوا في الحجر الصحي الذي توفره الدولة لمدة على الأقل 14 يوم. طيب دكتورة ضحى، الإصابات العشرين الأخيرة كانت في مدينة سبها، وهي مدينة صحراوية في الجنوب الليبي، في أقصى الجنوب الليبي. هل للمناخ تأثير على الانتشار الفيروس؟ حاليا علميا حسب دراسات يبدو أن الفيروس يكون يعني ستيبل أو مستقر في الرطوبة وفي البرودة. ما زالت الدراسات تحاول التركيز عن هل إمكانية مثلا انتشار الأيروزولز، وهي القطرات المجهرية، هل تتسبب في نشر الفيروس، ويريدون أيضا أن يعرفوا كم عدد الفيروسات اللازمة حتى تنتقل العدوى. فهذا الموضوع قيد الدراسة فيما يخص المناطق الحارة جويا، يعني الطقس يكون فيها حار قد يكون أقل، ولكن ليس لأن الفيروس نفسه غير قادر على التعايش في هذه الأماكن. فهذا الأمر قيد الدراسة وليس ممكن أن نجزم به في الوقت الحالي. مثلا كاليفورنيا في أمريكا هي
تتمتع بجو حار، وهي لديها حالات عديدة من الفيروس كورونا. كما نعلم أن قطر أيضا هي تتمتع بجو حار جدا، وقد سبقت أمريكا في عدد الحالات الإيجابية، وهذا خطير. في الحقيقة يجب عدم الاستهتار بالتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي وغسل يدين باستمرار لمدة يعني 30 أو 20 ثانية كل 30 دقيقة. يعني هذا ليس من وحي صدفة، يعني العلماء جربوا تجارب ويعني استخلصوا منها هذه التدابير. يعني دكتورة، لماذا كل 30 دقيقة إذا كنت أنا قد غسلت يدي وجلست في البيت يعني لم ألمس شيئا، فهل يجب أن أغسل يدي مرة أخرى بعد 30 دقيقة؟ هذا سؤال مهم جدا. في الحقيقة الفيروس يمكن أن يستقر على الأسطح البلاستيكية أو الحديد أو ما إلى ذلك. يعني ممكن أن نشتري مثلا الخضار أو الحليب وما إلى ذلك، فالأسطح يوجد عليها الفيروس. يعني إذا أمسكنا بشيء لم تكن مراحل تعقيمه جيدة بما يكفي عن طريق البليتش أو المواد المنظفة بشكل جيد، قد يبقى تراكمات بسيطة من الفيروس على تلك الأسطح، وبمجرد أن يلمسها الشخص الخطر لا يكمن في الجلد نفسه، ولكنه يكمن عندما نضع أيدينا على الأنف أو الفم وما إلى ذلك، فالفيروس قد يدخل من هذه المداخل وأيضا من الأعين مع الأسف. فلذلك يجب غسل اليدين باستمرار، لأن اليد توضع على أماكن متعددة مثل اللابتوب أو جهاز الهاتف أو القلم وما إلى ذلك. يعني هذه الأمور قد نستبسطها، ولكن طبعا إذا هذه الجائحة تنتقل بالهواء فهذا أمر يعني خطير وليس بالهين. يعني هو يقال إنه في البداية ينتقل فقط عن طريق الدروبلت، أي القطرات التي تنتج عن العطاس أو الكحة، ولكن بعد ذلك هنالك بحوث في جامعة MIT وهي الجامعة الأولى كلية الهندسة الأولى في العالم، قد أثبتوا أن الفيروس قد يبقى في مكان مغلق لمدة ساعات، وقد يبقى على الأسطح لمدة أيام، كما أنه قد يسافر أو ينتقل لمدة أو مسافة 7 أو 8 أمتار. 7 أو 8 أمتار هي 22 قدما أو 23 قدم، وهي أقل بكثير مما قالته منظمة الصحة العالمية التي توصي فقط بستة أقدام، يعني مترين. وهذا يعني حسب البحوث يعني قد قليل، قد يتعين حديث المعلومات فعلا. يعني